بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق الدكتور يوم الجمعه معاكم قناه المواشي اليوم يوم 19/8/2022 وتعالوا نشوفوا الاسعار. معلم السيد ابو عبادي بكام يا عم السيد؟ والله العجل من دول دول ب 16000. 16000 جزء ودول ب 23 ودول ب 23. بسم الله ما شاء الله العجول الذكور الجنيه الله اكبر. الله يبارك لك يا عم السيد. معاك رقم تليفون يا عم السيد؟ مليون رقم يا سيد. رقم عم السيد والله. الله يبارك لكم ويصح حالكم. صباح الخير يا رجالي. بكام والله الواحدة من دول يا معلم؟ 3 ب 3000. بسم الله ما شاء الله. 3000 والعشاء غالية والأيام ما عم بربي. الله يقويكم عينكم يا غالي. صباحكم أبيض إن شاء الله. ذكور ولا أنت؟ ذكور ولا أنت؟ ذكور الله يسهل لكم. الواحدة بال؟ الله يسهل لكم الحال. ناركم أبيض إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا رجال. عاملة كام يا معلم والله؟ أنتم بوظتوا علينا السوق. علمنا علمنا بس. النسوان والبنات. يا عم الحاج بيقولوا على العزوم ب 18000. الله يبارك لك. اللحم ولا ايه؟ لحم. الله يبارك لك. 18000. الله يصلح حالكم يا حاج. بسم الله ما شاء الله على الجاموس يا جماعه في سوق طور النهارده. الله اكبر. جاموس اللبن. صباح الخير يا معلمي. الله يقويك ويعينك. الاسعار عامل ايه في سوق طور النهارده؟ حلو. منين حضرتك؟ انا من الجيزه من الرايه. وصين انيسو نهارت في الغربيه النهارده. الجيزه وتجار الجيزه الناس المحترمين. صنعتهم ايه دول؟ دول لبن. لبن دي بكام ودي بكام والله؟ 21 و300 ودي ب 20 و200. 21 و300 ودي ب 20 و200. الله يبارك لك يا معلمي. تجار ولا جنيه؟ جنيه. جنيه. الله يصلح حالك يا معلمي. يبارك لك فيهم ان شاء الله. الله اكبر على الجاموس النهارده. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا معلمي. صباح العسل. كل سنه وانت طيب. صنعتهم ايه دول والله؟ اثنين عشر واثنين فاضيين اللي على الطرف ده. فاضيين ولا في النص عشر. الله يبارك لك. عشر كام يا معلم؟ عشر ستة وعشر سبعة. عشر ستة وسبعة. الأسعار كام النهاردة بالله عليك؟ الأسعار حلوة والله. كام وكام والله؟ احنا طالعين من قلب سوق الصورة أهو. الله يبارك لك يا معلمي. تجار ولا جنايين؟ لا احنا ناس تجار. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. بكام دي وبكام دي بالأمانة؟ دي ب 29 ودي ب 27. 29 و27. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. طب والاثنين الجنيه دول؟ الاثنين الجنيه دول ب 32. 32. طب معاك رقم تليفون لو حد عايز حاجه يتواصل معاه؟ تحت امرك. الله يبارك لك. كام الرقم؟ 011 011 26 26 91 91 99 99 73. ما تعرفناش باسمك طيب؟ ابراهيم حواط من ابو حمص. معلم ابراهيم حواط ابو حمص وتجار ابو حمص اللي منورين في سوق الغربيه النهارده. الله يبارك لكم وتوصلوا بالسلامه يا معلمي. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. الله يبارك لك يا معلمي. صباحكم ابيض ان شاء الله. صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك ان شاء الله يا حاج. صنعت ايه دي والله؟ لحم. لحم. بسم الله ما شاء الله. خليط براوي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. عامله كام الله وكيل؟ 18000. 18000. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. 180 كيلو لحم. 180 صافي؟ يعني ده ونص صافي. الله يبارك لك يا معلمي. طب تاجر ولا جناح؟ لا تاجر. منين حضرتك؟ من ديار كفر الزيات. ديار كفر الزيات غربيه يعني السنارت في سوق طور النار ده معلمي. لو معاك رقم تليفون بس حد يعوز حاجه يتواصل معاه. حبيبي الله يبارك لك. 012 0 012 0 57 48 112. اي حد يتواصل معاكم تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاه واجب. الحاج عبده مكهور من ضياء. الحاج عبده ايه؟ الحاج عبده مكهور من ضياء. مكهور؟ مكهور. مكهور. الله يبارك لك. مذكور مذكور. الله يبارك لك يا معلم. حاضر يا معلمي. صباحكم ابيض ان شاء الله. الله يصلح حالكم وتوصلوا بالسلامه. الله اكبر. اللهم صل على النبي على البقر الوالد النهارده في سوق طور. صباح الخير يا معلمي. الله يبارك لكم. تجار ولا جنيه؟ لا يا رب الله. الله يبارك لك. تعرفوا باسمك يا معلمي؟ رامز السجيني يا حاج. المعلم رامز السجيني. منين عم رامز؟ رامز السجيني. منين عم رامز؟ من شويه الملا مركز خطور الغربيه. مركز خطور الغربيه. الله يبارك لك يا معلم. عامله كام الوالده دي والله؟ عامله 35600. 35600 يا جماعه وخلافه. بسم الله ما شاء الله. انت هيقضك صلاه النبي عليها. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. طب معاك رقم تليفون لحد عايز حاجه يتواصل معاه؟ 010 010 23 62 92 92. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحكم ابيض ان شاء الله. الله يصلح حالكم وتوصلوا بالسلامه يا رجال. الله اكبر على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. فرج ومل عينيك وصلي على حبيبك النبي. الله اكبر.
الله يبارك لكم وتوصلوا بالسلامه رجاله وصباحكم ابد ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اسكت صباحك. لا والله ما انت مصور. ماشي يا معلم. الله يسهل لك الحمد. انت صورت هشيل ودن اليمين. ماشي يا حاج. اللهم صل على النبي على البقر الوالي. صباح الفل يا غالي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. صباح الفل يا رجالي. صباح الفل يا غالي. بس نعيت ايدي والله. كلم عبد الله. كم يا معلم؟ عوش؟ عشري كم يا معلم عبد الله؟ 7 و8 عبد الخطوب. 7 الله يبارك لكم يا غالي. عامله كم يا معلم عبد الله والله؟ 32,000. بسم الله ما شاء الله. دبابات العشرة يا جماعه البقر بيسوق قطور. الله اكبر. 32,000. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا عمي. كل باشا. كل سنه حضرتك طيب. طيب. اسعار العجول الجنيه النهارده في السوق. اسعار العجول الجنيه والله شده جامد. بكام وكام والله يا عم سعيد؟ يعني تقول 65 65 75. 65 65. ودي ال 75. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. قاعد فين يا عم سعيد؟ 100 خلف. 100 خلف تبع ايه يا عم سعيد؟ شيبين الكوم. شيبين الكوم انس ونرض في بطور من اقوى احسن ناس والله. الله يخليك يا حبيبي. طب معاك رقم تليفون لحد عايز حد يتواصل معاه؟ كام يا معلمي؟ عبد الرحمن مليهولي من تليفونك. ما التليفون معاك بتاعك. اللهم صل على النبي. ما تخلص يا عبد الرحمن. يا 010 166 3 8 8 001. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض. الله يصلح حالك وحال الجميع. اللهم امين. صباحكم ابد ان شاء الله. ده ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صنعتها ايه يا معلمي دي؟ صنعتها ايه؟ عشر كام؟ عشر سبعة. عشر سبعة. بسم الله ما شاء الله. كسر حي؟ كسر جوز. عاملة كام الله وكيل؟ 25,000 يا جماعة. عشر سبعة وكسر جوز. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. تاجر ولا جناية؟ جناية. الله يصلح حالك واجعلها مبروك عليك إن شاء الله. عشر سبعة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله أكبر. ربنا يبارك إن شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. صباح الخير يا عمدي. كل سنه طيب. تعرفوا باسمك؟ محمود نجيز من بورتس. منين؟ من بورتس من الجيزه. بورتس الجيزه. يعني لسه نورت النهارده في سوق الغربيه. الله يبارك لك. وسرعته 100 اهو. لحم. بسم الله ما شاء الله. ماشي كام النهارده؟ ماشي ميزان 80 جنيه مزاق. جاي؟ لا اربع تربع. اربع تربع يعني كده جايم كده بعظمه بحاله كده. جايم بعظمه بحاله. اربع تربع بعظمه. يعني جايم قصدي حي يعني. حي كده؟ لا مش حي. اربع تربع مدوه. ايوه انا قصدي حي كده بيقف بكام يعني؟ حي كده بيقف 38 40. الله يبارك لك يا معلمي. مش تجار حضرتكم؟ طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجه يتواصل معاك برضه. انا على عناية لك. الله يبارك لك يا معلمي. كام رقم؟ لا حبيبي. الله يصلح حالكم يا معلمي. صباحكم ابدا بتوع الجيزه ان شاء الله. توصلوا بالف سلامه يا رجال. الله يصلح حالكم. بقر الوالد يا جماعه في سوق بطور. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا رجالي. عامله كام والله الوالده دي؟ 31. بسم الله ما شاء الله. ورا ذكر ولا منتج؟ ذكر. بسم الله ما شاء الله. 31,000 يا جماعه ورا ذكر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. حليب بينزل لوحده يا جماعه. وكده كده حليب طيب. 6 و6. الله يبارك لكم. تجار ولا جنايين؟ لا جنايين. الله يصلح حالكم ويبارك لكم فيها. رجال ناركم ابيض. اللهم صل على النبي على البقر الوالد. صباحك ابيض ان شاء الله. عامل ايه يا غالي؟ كل سنه طيبين. تجار ولا جنايين؟ تجار يا حبيبي. الله يبارك لك. تعرفوا باسمك؟ محمد ابراهيم عبد الزين يا حبيبي. المعلم محمد ابراهيم عبد الزين. منين يا معلم؟ تيل بارود البحيره انست ونورت في الغربيه النهارده في سوق قطور. اللهم صل عليك يا نبي. خلف ذكر ولا انتهى؟ ذكر. الله اكبر. عمره قد ايه؟ الله اكبر. عمره اسبوع يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. يعني شغلتكم البقر الوالد على طول. الله يبارك لك. عامله كام الله وكيل دي؟ 35,000. 35,000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. كسر اربع سنات. الله اكبر. يعني موجود عندكم وارد على طول حد اسحيه؟ كل اللي انت عايزه. الله يبارك لك. طب ادينا الرقم يا معلم. الله يكرمك. 011 211 255 9 8 1. اي حد يتواصل معك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحكم ابيض. توصلوا بالسلامه يا رجال. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام.